أنا بالصورة أكثر. هو مش بالضبط كان نوع من الاختيار، أنا لأنه بشتغل في بيت لحم فطلع قرار إنه كل الأشخاص اللي رجعت من بيت لحم إنه تصير على حجر صحي ويكون في 14 يوم من اليوم اللي نحن تركنا، فهذا حطني بمحل إنه لازم أقعد في البيت حجر صحي 9 أيام. صح وقتها يمكن ما كانش كمان الشغلات هالقد بتخوف وصار من مثل اليوم، بس حسيت إنه في عندي مسؤولية هون كبيرة على حالي، الأشخاص اللي بتيجي لعندي، العيلة، إنه فعلاً أواظب بهذا الإشي. مش سهل بس بفكر إنه هذا المينيموم، أقل شيء ممكن واحد يعمل. مع الأخبار الأخيرة شكله بدنا فعلاً يواظبوا على هذا الإشي أكثر.